معاك سامح، ديما نستنى فيها سامح. يا عمي بليت نقص لي الناقوزة. شنو نقص لي الناقوز بربي والله. وعلى هديش تعمل؟ بنقرا على روحي. تقرا برايك التواليت عايش في الدبر؟ ليه يا عمي نقص لي الناقوز خاطر انا ما نخلطش. انت ما تخلطش؟ هاي انت ما تخلطش الناقوز. هاي ترى مد يديك تتنجم تنقص على القمرة هكا. ملا حالة فيها. هاي عمي عاش عمي خلنا دخلنا. وينو الناقوز؟ بشوية 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 كان جي سامح ما تلقانيش نغط لك. وينو الناقوز؟ خاطر انا ما نخلطش. قلت لك ما نخلطش. هكا يضربني الضوء، هكا يضربني الا ما نغط لك، الا ما هكا يضربني الضوء. شكون؟ عسلامة نستي. مش قلت لي جيبوك هاو باب؟ عسلامة سيدي. انا بوه. انت بو جعفر؟ انا بو جعفر بو قرنين بو فيشة اللي تحب عليه انت. ساعة اولا نحب اقول لك البركة فيك. يعيشك. قال لي جعفر اللي بوك توفى الله يرحمه. قال لك جعفر؟ الله يرحمه. بركة فيك يا اخي. كي انستي كي تعزي تبوس ديما كيك. ما يومي توفيت، ما يومي توفيت. الله يرحمها. الله يرحمها. لا اقعد معايا، اقعد معايا لحظه. الو وي خويا عطت عليك كهربا. الله يرحمه والله يرحم. شنو دارنا؟ دارنا ماشي نجيبوا في خويا من السبيطار عفستهم كهربا دار كامله. الله يرحم. لحظه مدام دار كامله راهي هكا. الله يرحمها. ما قلتليش مدام الطفل جعفر اش بيه؟ احكي لي. هاني باش نشكي لك. ولدك فابل في الفرنسي. يا فابل يا فابل. ولدي اش بيه مدام سامحني؟ فابل في الفرنسي. فابل وكرويه. بوك زعمر. وهاو باش نزيد نشكي لك منه. اشكي لي. في بالك اللي ولدك يتحايل على تلامذة زملائه ويقول لهم باش نهزكم لريانة تشوفوا الثلج ب 30 دينار الراسة؟ شوف الثلج فريانة. الثلج فريانة ب 30 دينار. يا بهيم الثلج ب 50 دينار ساعة أول حاجة. وغلاء الكعبة ب 2500 يا أخي. ما تشوفش. شوف مدام. شبيك انت؟ شنو اللي مقلقك انت؟ يا مسيو يا مسيو نحب نعلمك اللي ما فهميه الثلج فريانه. شنو اي نعم. لا ماكش عايشه، ماكش مثقفه مدام سامحك. بايش ما قريتش عن طارق بعلوش؟ صحيح. اسمعيني مدام، تو هذه احسبها اريانه. المونجاله تاع اريانه. اللصن تاع اريانه. السوق تاع اريانه. اش قولك فريانه؟ اش نقول لك حاجه؟ ريت هريانة، اللص متاع عريانة، المونجيلة متاع عريانة، مركز الشرطة متاع عريانة. هاني كلمت لك بالمركز باش يجي ويكرفتوك انت وياه. السلام عليك. مركز زهروني معك. لا تابع سكاتش الاخر، نحن تابعين مركز هريانة. لا لا. مرحبا بيك سيد العاون. اجا منا ساعة مدام نحميك من الأشرار. ياك فورايا ورا الأمن. هذا الولاد اللي ديكلاريت عليه. اجا فورا الأمن، اجا فورا الأمن. اجا من أنت؟ اجا من، اجا من عشولدي. اجا من عشولدي. جنب الأمن، جنب الأمن. اجا من. شغل بهم. اي سيدي هذا الوليد اللي ديكلاريت عليه. اي نعم. تفضل معنا سيد تفضل. قلت لك الوليد اللي ديكلاريت عليه. اي نعرف نعرف. تفضل معنا. شنو هو؟ نعرف خدمتي عشوائي. ما تشوفش؟ لا نعرف خدمتي. مانيش بوه انا ما نعرفوش. برا تفضل مع الأمن. كيف كبرك عشوائي؟ طلع عليك. باب هذا يا باب. هذا ولدك. يا دي مانيش بوه. خنفسلك وبعد عنف وتولوا وتهبطوا في الفيسبوك واحد. اي. بهم علي عشوائي. هذا قاصر. هذا قاصر. اي. ومنين تعرفوا انت قاصر الكافي؟ يا قاصر يا بهيم. استغفر الله العظيم يا ربي. هذا قاصر يا ودي. مانيش بوه انا قاصر. هذا قاصر وانت بوه. شنو هزوك انت؟ تفضل يا ودي. يرحم والديك يا سيد العون. لحظه يا عيش. لحظه سيد العون. تو بلوجيك. انا قصير. هي. مرتي قصيره. هي. نجيبوا رالونج. رالونج روفر. استغفر الله العظيم يا ربي. عندك الحق. تو بلوجيك. انا قصير ومرتي قصيره، ما نجموش نجيبوا توريفيل هذايا. علميا عندك الحق. اي. قانونيا تفضل معايا اشخويا. اوه مغروم بتفضل معايا. تفضل معايا اشخويا. مغروم. يا ودي والله لاني بوه. شنو اللي بتيزي عاد متفدلين؟ هاوي. علاش عملت هكا فرق؟ بشوية قاعد يحتضر سيبه. عاود هكا. حلوة حلوة. عاودها عاودها. سقف الأمن. لا حنانة الولاي. سيدي عمي شرطي. شرطي سكيتش الوطنية. ضحك معنا ذي بوليس. عمي البوليس في بالك؟ عمي البوليس أنا علاش كذبت على أصدقائي؟
أصدقائي. نبت على أصدقائي. نبت على أصدقائي خاطر بابا مش يخلص في الكري على ذلك أخذت الفلوس مش يخلص الكري بس ينعم ينعم طلع عليه. عيب عليه. ينعم طلع عليه بوك ما يحشمش. ما يخلص الكري معناها. ينعم طلع عليه. يحكي عليك أنت يحكي عليك أنت. يا ودي والله لأني بوه. يا زيني عاد. يا ودي احكي لهم اللي أنت قلت لي شنو نقص وكذا مانيش بوه. يا ودي أنت بوه عاد سي بون وبشبيها بيني نقص. يا ودي أنا شبيها يعجبكش يغزر له تقول كمال كراميل اغزر له يرحم والديك. لا إله إلا الله. خير خالتك نحاول فيك جيت تعشى والله معي المركز يا دي والله لي فهمني يا سيدي يا مدام تكلم قول حاجه يا مدام هاني باش نتكلم هاني باش نتكلم كم في بالك وخر يا شرير دقيقه برك وخر يا شرير لا اشراري وقف انت علاش توخر العشراري قهوي وقف في بالك اللي زاد ولده هذايا ما خلصنيش في فلوس ليتود هاي برا هاي عمي بابا حقا ما تدفعش فلوس ليتود نتاع انس هاي شفت توالم معناها الكاري ما خلصتوش وهذه ما تخلصهاش بين الكاري شمنا فيه تلينا بالقطوس يا عايش ملا مأزق حطيتني فيه عليها كي ما ديش بوك يا عايش ولدي باي اي عبس قدام مدام 60 دينار 60 دينار تفضل مدام عام 80 مدام ابعثي بهم الاخرين يا تتمقصص عليا ها والعامين اللي ما خلصتوهم شي تود شنو هاي العامين عامين مش خالص عليه يقرا على الليزينغ مدام ماهوش خالص مدام سهله على الاخر فوقي له الكراسه احسبي احسبي والله يا مدام استنى 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 قلت لك عامين عامين ايه وهذوما قديش؟ هذوكم 80 و20 في العامين 80 في العامين افيك دجور سين دو كاري دو سيت انا دجور 3 مليون و250 بابا 3 مليون و200 اسمع 4 مليون وارتاح 4 مليون وارتاح بابا ولا بابا يا اخي جاي ناخذ في صاله يرحم والديك علاش عليه هك عليه ولدك ولدك يا ولدي مانيش بوه انا مانيش بوه والله والله الا اني بوه انت علاش اربع ملايين على شباب عليه هك هك انت تسمع بيا سامح شوك تحدث اسمع شوك تحدث ياسر ماكش تعرف 800 درهم انت يا ودي والله العظيم بالله سانيش عني بيه صلى الله عليه وسلم انا بوه ماو هزوا اعملوا لي تحليل ما ننسحكش يا بابا عندك عمو في سبا اخ تتكيف زاد يا ودي تفضل تفضل يا ودي تطول بحذان اسمع اسمع شتول بحذان انت كلم دارك وكلم مرتك انا منهم الساعه مرته اللي كلمها انا منهم صار زوز دوبل بيس انت وفرحان معناها وفرحان انت معناها استنى يا سيد العون عنف على طفل يا ودي اخي انت شو تحب تخرج تلقى كيف بالله ايش ايش يا سيد العون تفضل معي بالله بالله يرحم والديك والله مصبح في المركز رليك نعم. يرحم والديك هاي قد انا اعطيك قد انا اعطيك سيد العون ما انا كنا 4 ملايين 4 ملايين تفضل او شيء ونروح على روحي يرحم والديك يعني روح روح الله ما تنفعش اتفضل او شيك علي شيك 4000 دينار اتفضل نجم نروح على روحي بنروح الله لا تربحك الله لا تربحك نستنى في سامح تكلف لي ب 4 ملايين 4000 دينار اش قولك بيبي في دور البوليس وانت اش قولك في مرتك في دور المعلمة معلمة به واضح هذوما زوز ملايين ليك انت وهذوما زوز ملايين ليا وش قولكم في دورة الطفل الصغير اللي عملته تحب تاخذ فلوس؟ هاك تقريتي يزيك